السلام عليكم، ورجعنا لكم بعروسة كمان في مكان عملها زي البغبغان. ممكن تقف معاك لو ظالم أو مظلوم أو شجاع ولا حتى جبان. أنت عندها ملف مفتوح وكل اللي عملته قدامها مفضوح عشان تعرف تمسك طرف الخيط وتثبت إنك وقت الجريمة كنت مكسح في البيت. ممكن تدفع لها الأتعاب مقدم وممكن على فترتين لو حبيت، ويا ويلك لو عنها شيء خبيت. زمان كان اسمهم السفسطائية لأنهم ممكن يقلبوا الحقايق بعين قوية، منهم المعفرطة ومنهم السوية، ولو جوزها ما أظهرش الاحترام والطيبة ممكن الصبح تلبسه مصيبة. يا ترى عرفتوا مين اللعيبة؟